انه عامل فتش، يعني قلب البيانات من داخل القاعدة كبير، هذا بيعمل لك ديلي لتنفيذ السيستم. وانا مش حق السيستم يكون يعني يتأخر، بالذات السيستم اللي له علاقة كمان مثلا حجز الطيران او اي حجوزات اخرى، لانه كلما كنت سريع كلما كان افضل. فما ينفعش الجهاز حقه يجلس ياخذ منك وقت، حتى لو احيانا احنا سريع جدا لابد انه يكون اجزاء من الثانية. فاذا حصل بس ديلي بسيط يعرق لك الدنيا. واجيب لك مثال اكثر يمكن انت بتفهمه. شوفوا مرة من المرات بامريكا، شفتم انتم شغل البورصة والاسهم، مرة من المرات امريكا بس انفصلت عليها الكهرباء لمدة ثواني، متقاوش الثواني جد، يعني اقل من 10 ثواني، خسرت الدولة كم يا دولارات بسبب الاسهم، لانه بالنقطه هذه الاسهم حقهم كان جامد، الناس الثانيين طلبوا اسهم بسعر اقل فاخذوا الاسهم فخسروا. فيمكن الديلي البسيط انه يخسرك ملايين. فنحن ننتبه من هذه النقطه، التعليق او التاخير هذا يمكن للداتا ستراكشر، لبيئه البيانات اللي بتشتغل عليها. واضح؟ واضح واضح. طيب نيجي على النقطه الخامسه، معناتها الاكثار من التوضيح والشرح. هل الآن على أساس أقدر أقول جيد ولا لا؟ فيه كثير من الشرح والتوضيح، يعني دائما أحيانا قد إحنا مش دائما بالبرامج نعمل تعليق. ليش نعمل أيه التعليق؟ نعم على أساس نعم نفهم إيش بيعمل، صح؟ فكلما كثرنا من التوضيح كلما كمان سهلنا قرايته. مش النقطة الأولى بالسلايد الأول إنه سهولة القراية، كمان من ضمن سهولة القراءة، هذه النقطة لها علاقة بسهولة القراءة، من ضمن سهولة القراءة إنه يكون في توضيح وشرح. واضح؟ طيب نيجي على 6 اللي يقول لك هارموني أور كونسيستنسي، اللي هي شفت لما تقول في البرنامج هذا، كيف أقولها بالعربي؟ يعني في أقدر متناسق. أقول بالعربي المصطلح، ما قالش بالعربي، احنا نقول كونسيستنسي. طيب اللي فيه توافقية، كأنه احنا نقول يعني معناته انه التصميم حق البرمجيات يكون اسلوب موحد يونيفايد، يعني يكون الاسلوب هو نفس الاسلوب، ما فيش، شفتوا لما حين تقولوا يونيفايد موحد يعني مش مختلف، نفس الطريقة ستاندرد مانر، ما بتحصلش جزء من البرنامج يشتغل بتكنيك وجزء من البرنامج الآخر يشتغل بتكنيك. مع إنه ما تقولش ناقضكم كلامي مع الأول، أنا قلت لك البرنامج لو اشتغلت من البداية للنهاية بتكنيك بيكون نفس التكنيك، لكن وقت التطوير يمكن تغير التكنيك، لكن مش نفس عادك النسخة الأولى تروح تعمل تكنيكين بنفس الوقت. هنا بيحصل أحيانا ربشة لأنه التكنيك واحد يختلف عن التكنيك الآخر، مش نعمل كونسيستنسي ما بين الاثنين البرامج. واضح؟ افتهم النقطة هذه؟ واضح، قصدي كالانسجام يعني بين الأجزاء. يعني ممكن أقول إنه بشكل يكون موحد، بحيث بطريقته تكون موحدة. طيب رقم 7 اللي هي integration، الانتجريشن اللي تكون متكامل، وأنا شرحت لك المحاضرة الأولى إيش معناته التكاملية والنظام إنه يكون متكامل. طيب النقطة 8 efficiency اللي هي الكفاءة، إيش معنات هنا كفاءة؟ إنه الكفاءة إنك هنا using the least possible amount of resources، يعني بتستخدم أقل شيء ممكن من الموارد، ما يخسرنيش. يعني شوف كلما أعمل سوفت وير كبير كمان بس ما ياخذنيش موارد كثيرة، ما راحش أتكلف فيه واشتري أجهزة، مثلا سيستم يقول لك اشتري جهاز أو اشتري شبكة جديدة أو حاجة، لا يمشي على الحاجات اللي موجودة عندي. هو هذا كمان من ضمن السوفت وير. مثلا في بعض لغات البرمجة تقول لك مثلا ما تترك ما بترضى تعمل لك داونلود إلا على سيستم ويندوز 12، هل هذا تحصل انه فيها efficiency؟ أكيد لا، ماشي، في لا تناقض. اكيد لا، المفروض اقدر احملها على اي نظام. طيب اللي ما معاش نظام ويندوز 12 معي ياخذهاش، معناته قللنا عدد المستخدمين، معناته الناس اللي ما معاهمش الموارد هذه يمكن ما ياخذوش، وهذا غلط. فبالتالي من ضمن الموارد اركز على الستوريج سايز اللي هي حجم التخزين يكون قليل، يعني ما اقولش مثلا احتاج ان نشتغل على ميموري مثلا 16 جيجا بايت، او احتاج ان نشتغل مثلا على هارد ديسك يكون 5 تيرا بايت. طيب اللي ما معاهمش الان، ما هو حلت المشكله بالكلاود كومبيوتنج، انحلت. طيب اللي مش مشتركين بالكلاود كومبيوتنج لا ياخذوش ولا يستخدموا برنامجنا، وهذا غلط. حتى الماركتينج التسويق بيكون مش صح. كمان بروسيسنج تايم يكون الوقت بسرعه
سريع، لأنه ما يعجبنيش إنه يعمل لك ديلي فبيأخر لك الشغل. آخر شيء كانت من ضمن الكاركترستيك اللي هي effectiveness اللي هي الفعالية. هنا إيش معناتها؟ The software perform the required function according to the user's desire. يعني إنه البرنامج يجيب لك الوظائف حسب اللي أنت تشتيه. يعني مثلا أنا اشتريت برنامج أكيد شفت إنه ينفذ حسب اللي أنا أشتيهه، ما فيش ولا شيء ناقص، هذا أقدر أقول effectiveness. لكن لو أنا اشتريت برنامج أنا مثلا نفذ لي نص من اللي كنت أحتاجه والنص الثاني ما نفذوش، هنا بيكون effectiveness أقل. واضح؟ واضح، هذا يعود بنا إلى النقطة الثالثة اللي كان السوفت وير كواليتي لتنفيذ بالضبط، التاسك بالضبط. ممتاز، برافو عليك يا وسيم، بالضبط. طيب نجي على، في أي سؤال إلى الآن؟ كملنا الجزئية الأولى، في أي سؤال؟ طيب ما دامش من حد معلق معناته إنه كل شيء تمام. في معك software system life cycle اللي هي عبارة عن إيش؟ دورة حياة النظام. كذا حد يذكر لي بالsoftware system analysis إيش درستم باللايف سايكل؟ planning بالضبط، وإيش ثاني؟ analysis design implementation. ممتاز، وكمان كم الخطوات اللي هي أخذتها؟ 4 أشياء تقريبا، 4 أشياء: planning، برافو. analysis، design، implementation، testing اللي يدخل بعض الأحيان يدخلوها تحت المظلات الـ implementation أحيانا. تمام، يعني انتم الان عملتوا لي 5 نقاط. طيب اسمعوا مني، اللايف سايكل لكل نظام، سواء كان النظام هذا محدد سبيسيفايد قصدي سيستم كتحليل نظام عادي اللي انتم اخذونه بسنة ثالثة، او بشكل جنرال اللي انتم الان بتاخذوه معي سوفت وير انجينيرنج، هو طبعا يعود لاربع نقاط اساسية. اول نقطة هي البلاننج، ثاني نقطة اللي هي اناليسز، بعدين الديزاين، بعدين الامبلمنتيشن. 4 نقاط فقط، لكن بعض الدول النقطة البلانينج تقوم تقسم لك، هي تقول لك البلانينج بنعمل اللي هي مثلا تجميع للريكوايرمنت المتطلبات، وقد تقول لك كمان في معك دراسة الجدوى من ضمنها، يعني قسمت البلانينج لثنتين. وفي منهم لا يقول لك البلانينج هذا يتبع تبع الكنترولينج كمان. ايش معنى كنترولينج؟ انك تختار اسم المشروع اللي او السيستم اللي انت بتشتغل عليه، وتعمل تجميع للريكوايرمنت، وكمان تحدد الاستيميشن. ايش معنى الاستيميشن؟ استيميشن للوقت، استيميشن للجهد، واستيميشن للكوست، يعني اللي تتبع تبع دراسة الجدوى، بس تبع دراسة الجدوى من 3 ابعاد. استيميشن لجهدك انت، كم يحتاج منك جهد، واستيميشن كمان للوقت اللي انت بتشتغل عليه، واستيميشن كمان للكود، كمان الكود البرمجي هذا كم بيحتاج منك اسطر، يعني كم بتكتب الكود على اساس يحدد لك السعر. هذه تبع البلانينج. بعضهم يقول الاناليسيس، هنا نمشي الاناليسيس عن طريق خطوتين، اناليسيس عادي الدوكيومنتيشن اللي انت بتكتبه، واناليسيس عن طريق الديزاين. ها، اعمل للاناليسيس ديزاين، وهذا بناخذه بالتفصيل، يعني قسمته يمكن لاثنين. اجي على الديزاين، الديزاين في منهم قسموه ل3 مراحل. أول مرحلة تسمى structural design، يعني التصميم الهيكلي. ثاني واحدة تسمى اللي هي functional design اللي تسمى activity design. وثالث مرحلة تسمى behavior design، وهذه كمان بناخذها بالتفصيل، يعني قسموه ل3 مراحل. الأخيرة الـ implementation بعضهم قسموها لـ maintenance للصيانة، بعضها وكمان للـ testing للاختبار، وكمان للـ development اللي هي التطوير. يعني اقسموها ل3 حاجات. بعد الامبلمنتيشن بعضهم كمان قسم الامبلمنتيشن غير ال4 الحاجات الخطوات هذه، قسمها كمان انه يحتاج بعدين انك تنزل حقك المنتج للسوق، تشوف الريفيورز التعليق حقهم، بعدين ترجع وتعمل عليها التطوير اللي بتسمى الفيدباك. هي انا الان ذكرت لك كل الاحتمالات الممكن بال4 الخطوات، بس من طريقة لطريقة أخرى، بعضهم يأخذوا كلها، بعضهم يأخذوا 5 خطوات، بعضهم يأخذوا، فأقل خطوات الأربعة هذه.
بعضهم يفصل الاولين اثنتين ثلاث، او ما يفصلهاش، يعمل اناليسز عادي، بعضهم يعمل تصميم واحد وبس، بعضهم يعمل اكثر من تصميم. هذه الاليه اللي كنت اقول لك من بدايه المحاضره انه تختلف من تكنيك لتكنيك اخر. بعضهم يمشي بالخطوات ستيب باي ستيب، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، بعضهم لا يمشي بالمرحله الاولى، عاد ما كملش المرحله الاولى ينتقل للمرحله الثانيه ويرجع للمرحله الاولى، فيتم عمليه التبادل. واضح كلامي؟ وضح. واضح. طيب الآن خلينا نشوف اللي هنا، software life cycle. هذه أحد التكنيكات اللي تمشي على software، أحد التكنيكات، مش عام، أحد التكنيكات. فهذه ما هي إلا عبارة عن set of activities that begin from the beginning by، يعني أول شيء ببدأ فيها الأناليسينج، بعدين ما قلتش بلانينج، قلت أناليسينج، بعدين ديزايننج، بعدين producing اللي بتنتجه خلاص. يعني فتبدأ أول شيء إنه بالanalysis، بعدين الديزاين، بعدين البرودكت، بعدين بس هو إيش قال لك؟ through اللي خلال thinking about the software، خلال التفكير عن هذا السوفتوير. يعني بخلال إنك بكل مرحلة من المراحل أنت بتكون مركز على السوفتوير مشان تعمل التوافقية وتعمل الكونسيستنسي اللي قلنا عليه وتعمل التكامل يا الانتجريشن، الخصائص اللي درسناها بالسلايد الأول. طيب هنا يقول لك إنه السايكل is divided into different stage، إلى أكثر من طريق، إلى أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى specifying the requirement، إنك تحدد المتطلبات و analyzing the system. يعني دي النقطة جمع لك اثنين، جمع المتطلبات والتحليل. مش احنا قلنا بالاول في معك بلاننج وفي معك اناليسز، هنا دمج البلاننج مع الاناليسز وخليك خطوه واحده، فشفتم يعني هي نفس الخطوات ولكن يحصل احيانا اعاده ترتيب فقط. فهنا جمع المعلومات واعمل اناليسز، هاي تعتبر الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه اعمل ديزاين، وانتم عارفين ايش معنى الديزاين. الثانيه ترانسفير للتحويل، وانا بقول لك في معك طرق للتحويل، في معك ثلاث طرق شهيره للتحويل. ايش معنى التحويل؟ يعني انت عملت النظام وتشيل الان حقك النظام تستبدله بالجديد، كيف احول من النظام القديم للنظام الجديد؟ هذا اللي اقصد بالترانسفير، يعني كيف الان استبدل الاول بالجديد اللي نعملته، سواء كان بالتطوير سواء كان نظام جديد يستغني عن النظام القديم، لانه انا لما استبدل الجديد بالقديم يا اما انني بعدت القديم وعملت نظام جديد استبدله ياته، ولا النظام القديم اصلا عملت له تطوير عليه. رقم 4 inspection and testing، اللي عملت اختبار هذا النظام الجديد اللي انت بتشتغل عليه. خامس واحدة operation and application، اللي هي التشغيل والتطبيق. بالاخير حكاية الدوكيومنتيشن، اللي مثلا انت لو انت الان على سنة رابعة بمشروع التخرج اخر شيء تعمله الدوكيومنتيشن. كمان هنا يقول لك في additional stage اللي هي مراحل إضافية. هذه المراحل الإضافية مثل إيش؟ مثل مرحلة putting the software into practice، اللي وضع البرمجيات قيد التشغيل. يعني أنت أثناء ما البرنامج قيد التشغيل تشوف الفيدباك اللي قلت لك بالنقطة قبل ما أدخل على هذا السلايد.